ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا تتخذوا أيمانكم قلنا المرة اللي فاتت أيمانكم جمع إيه يمين واليمين اللي هو إيه الحلف طيب ما تتخذوش الحلف دخلا بينكم برضو قلناها المرة اللي فاتت كلمة دخلا ملهاش دعوة بالدخول خالص إنما دخلا معناها عند العرب المكر والخديعة برضو يعني إيه يعني ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم يعني ما تتخذوش الأيمان والحلف سبيل لخداع الناس وخلف العهد وأنت لما بتحلف بتطمني فما تكونش نيتك اللي أنت تحلف عشان أنا أطمن عشان أنت تخلف العهد لا يجوز ذلك فهمت بقى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم اللي هيعمل الموضوع ده هيقع في مشكلتين اللي انت تعاهد وكمان تأكد العهد بأن تقسم عليه كده انت أكدت العهد وتخالف بعد ذلك العهد ايه هما المشكلتين؟ أول مشكله فتزل قدم بعد ثبوتها قدم اللي تزل انهي قدم؟ قدمك انت لأن أنت لما بتخالف العهد الإيمان يزيد وينقص المعاصي بتنقص الإيمان والحسنات بتكتر الإيمان فأنت لما بتخالف العهد وبتقسم وتحلف كذبا دي كلها معاصي بتنقص إيمانك نقص إيمانك ده يوقعك عن, عن طريق الإستقامة وتقول أنا مش عارف انتكست ليه؟ ما أنت انتكست اللي أنت وقعت في بعض الذنوب والمعاصي والمعصية تنادي أختها أول ما تقع في معصية بيبقى سهل المعصية الثانية ليه لأن كان إيمانك في منسوب معين لما قل شوية فمقاومتك للمعصية قلت فوقوعك في المعصية أسهل فالمعصية تنادي أختها والطاعة تنادي أختها أيضا لما تعمل طاعة إيمانك يزيد تقدر تعمل الطاعة اللي بعديها ولذلك احنا في رمضان بتلاقي قدرتك على اتخاذ قرارات ايمانيه اقوى ليه لان انت في حاله ايمانيه عاليه وقدرتك على ترك المعاصي تقول انا كنت في رمضان ما بشرب سجاير مش عارف ايه اللي حصل ليه لان انت قادر عشان عمال تبتعد عن المعاصي فاداك قوه فخد بالك المعاصي تجر بعضها بعضا يا يعني اللي العهود المشكله الاولانيه اللي انت شخصيا هتتضر من الكلام ده ايمانك هيسقط وستنحرف عن الطريق المستقيم فتزل قدم بعد ثبوتها خد بقى التانية والأخطر وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله طب أنا صدت عن سبيل الله إزاي لأن الكافر الذي كان يريد الهداية ويريد الدين إذا رأى منك أيها المسلم أنك تخلف عهدك قد ينفره ذلك عن الدين فهذا صد عن سبيل الله شوف بقى المسلمين مطالبين بتحمل المسؤولية لأن حد سلوكه وأخلاقه وأعماله لازم تبقى في أحسن درجة علشان الكفار يشوفوا الإسلام ممثل في شخصك فيحبوا الإسلام فيدخلوا الإسلام مش تقول أنا مالي يا عم أنا ماليش دعوة لا ده أنت م... أنت مسؤول عن الكلام ده ولو أعمالك بتكذب بتغش بتاخد رشوة بتغش العيال في المدرسة بتمشي بدري وتزوغ من الشغل الأعمال دي لو كانت سبب إن حد ينفر عن الدين فهي في ميزان سيئاتك. وهتتعذب عليها، ربنا قال إيه؟ وتذوق السوء يعني العذاب. ليه يا رب؟ بما صددتم عن سبيل الله. أنا مالي يا رب أنا ما عملتش حاجة، أنت حلفت كذب. أنت خلفت العهد. والكافر شافك وما بقاش يثق في الدين بسبب تطبيقك السيء للدين. يبقى ربنا اعتبر قضية أن الناس يقتدون ببعضهم البعض، ليش تقول لي يا عم أنا مالي هو المفروض يشوف الإسلام أنا بطبقه غلط أنا ماليش دعوة، لا أنت ليك دعوة. والآية دي واضحة أوي في النقطة دي، وآية خطيرة جدا. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وبالتالي الناس الملتزمين شايلين المسؤولية أكتر. لازم يكون قدوة أكتر. علشان هو ممكن واحد يحب الالتزام في شخصك، وممكن يكره الالتزام في شخصك. بتقولي ما عم انا ملتحن بس انا مسلم بخطئ واصيب صحيح بس الناس مش كتله فكر بس فكر وعواطف غصب عنه عنده قضيه التاسي عايز يشوف الناس بتتصرف ازاي هو يقلدهم هو ده مش عذر ليهم بس هو بيبقى من مسؤولياتك مش بس كل المسلم او كل المسلمين مسؤولين عن الدين بهذه الصوره السلوكيات يعني يا اخوانا بالبلدي كده لو احنا كمسلمين ناس متقدمين ما بناخدش رشوه، بنتقن اعمالنا، بنتقي الله، بنغض بصرنا، سلوك عالمي الناس كلها شايفاه، المسلمين في اي بلد قمه في النظام والاحترام والتزام بالقوانين. ده مش هيأثر من غير ما نتكلم ولا كلمه في دخولهم للاسلام؟ هيسلموا اقواما اقواما من غير ما يعرفوا لسه الاسلام، يقولك لك ما دام الدين كده، ما دام الناس دي كده يبقى الدين بتاعهم صح. هو طبيعة بشرية. القليل بقى اللي بيقدر يتجاوز فكرة التطبيق حاجة وإن الدين حاجة فهو يبحث في الدين بنفسه فيسلم لكن الغالب إن الناس بتشوف التطبيق وبناءً على التطبيق تسلم أو لا تسلم. أو بناءً على التطبيق تلتزم أو لا تلتزم. يقول لك ما أنا شايف زميلي في الشغل أصلاً عمال يقول لنا قال الله وقال الرسول وهو أصلاً ما, بي ما بيجيش الشغل ويخلي زماله يمدوله أنت كده بتصد عن سبيل الله فعلاً وتذوق السوء. بما صددتم عن سبيل فالمسلم شايل مسؤولية الذنب نفسه انه يعمله ومسؤولية ان حد ينفر من الدين بسبب ارتكابه للذنب. فدي يا اخوانا الايه دي النهارده بتعلمنا تحمل المسؤوليه، كلنا مسؤولين امام هذا الدين ازاي بسلوكك وتبالغ يعني كن مبالغا في اخلاقك ومبالغا في سلوكياتك لان شا انت مراقب مراقب دايما متشاف اخاف اخد ذنب؟ اللي أنا كنت جزء من وحدة كبيرة كانت تقصر في عملها فالغرب من برة شايفين البلد من برة غير ملتزمين غير مستقيمين على معاني الحق ومعاني الأخلاق فنفروا عن الدين وأنا كنت واحد منهم فلا أنا يا رب هعمل اللي عليا بالظبط هأتقن عملي وأحسن أخلاقي وأحافظ على النظام ومرميش ورقة في الشارع حتى لو كل الناس لأن أنا عارف مسؤوليتي أمام هذا الدين إلا أنا أكون قدوة حسنة وخاف أنفر الناس عن الدين وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِسَبَب الصَّدِّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا يعني ما تخالفش العهد عشان ثمن قليل قال ابن كثير ولو حيزت له الدنيا بحذافيرها فهو ثمن قليل اللي انت تعصي وتخالف العهد عشان تاخد الدنيا كلها ده ثمن قليل عشان انت تعرضت لسخط الله وعذاب الله سبحانه وتعالى يعني بتاخد رشوة وتخالف العهد اللي بينك وبين الشركة فعشان الرشوة ب ألف جنيه يبقى انت كده اشتريت بعهد الله ثمنا قليل بتغش العيال وتعلمهم الفوضى وتخالف العهد انت مراقب بتاخد فلوس عشان العيال ما تغشش فانت تساهلت يبقى تشتريت بعهد الله ثمنا قليل عشان حد يديلك فلوس او اي شيء المهم انت خالفت العهد إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون صحيح أنت فقدت فرصة الرشوة مليون جنيه دي لكن في عند ربنا جزاء باقي ما عندكم ينفد كل اللي عندكم يا مسلمين أو يا أيها الناس سينفد لأن الدنيا فانية ولأن الناس ستموت وما عند الله باق واللي عند ربنا هو اللي باقي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشاه أكل ذراعها وتصدق بكلها كل بس الدراع ويتصدق بالباقي فعائشة رضي الله عنها بتقول له يا رسول الله ذهبت كلها وبقي ذراعها خلاص ما استفدناش إلا بالدراع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة بل بقيت كلها وذهب ذراعها اللي احنا كنا ده اللي راح ما استفدناش منه إنما اللي باقية هو اللي أنا تصدقت به لما عند الله باق هو ده اللي يبقى عند الله سبحانه وتعالى ولنجزيّن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صبروا على ايه؟ صبروا على التكاليف الشرعية يتكيلوا الحرام ويقول لا الصلوات على أوقاتها الواجبات بيأديها المغريات بيقاومها الشهوات بيتركها الأمر ده محتاج صبر اللي انت تفضل تصلي لغايه ما تموت وتفضل تترك المسجد لغايه ما تموت الصبر ده ربنا هيأجرك عليه ولنجزين الذين صبروا صبروا على التكاليف اللي منها الوفاء بالعقود والعهود ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم